انا الكراج ديالي دابا غادي يولي نيكل، غادي يولي في لي نورم انترناسيونال. واش باغي نتو على الشيكات؟ ايه هي باغي تصيفطني للحبس. عبد الله قادين الهضره طونطو اليوم يجري عليا. ما غادي يجري عليك، ما غادي تجري عليه. شوف هضرك غادي ديري الزغبيه ما خدتش يصوتي لها لوجه. دعوه الدبلومات. عبد الله دابا انت خصك تنظم حياتك وتنظم خدمتك باش تزيد لقدام. باش هذيك الكليانات اللي كنجيب انا غادي تعطيني التولد فيهم، واللي كيجي مديتو راسو للكراج هذيك الساعه الشهريه ديالي راه باينه غدا تعطيني. عندي واحد الفكره. قول اسيدي واخا الافكار ديالك ما كيعجبونيش نتصنت لك. يلا عقول. ديما تجي انا اللي هي رقيه عادي اللي معاك. مرحبا. شكون عبلة؟ لا وعبلة لا ماشي ستاجير. عبلة راه معلمه وبوراقها. وهي حمرت لي وجهي. ايوا قولي لي بعدا كي طلعت العروسه. كيفاش؟ طلعت العريس فراسو؟ أويلي خسرت لها الكويبا. ولا 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 لا ما نوصلش حتى للقتيلة. الله يهديك. واخا لالا غادي تجي وغادي نهضر معاها. مع السلامة. مصيبة هادي والله إلا مصيبة. عاوتاني هذيك قيمرونة دارت شيك عيا مع الكليان. اسكت أبو شعيب، هاد البنت عياتني. كل نوبة تدير لي زبلة كبر من أختها. أنا بعدا راني عييت. اللي سمعك كتقولي عييتي يقول هاد المرة مسكينة كتضرب تنارة من الصباح حتى الليل. وانت النهار كامل وانت جالسه في الصالون. واش انت يسحب لك خدمه الصالون سهله؟ والله يعطيك تماره فاشانه. ايوا علي تماره. شويه ديال حكان الضفار هكا والمانيكير الصباغه ولا اسمو، هذه هي تماره عندك. باز سيتي باز، بعدا نتايا كتفهم في كل شيء. شتي هاد الهضره ديال الصباغه وتقطع الشعر واللوان وداك، شتي عبد الله اللي عمرو ما قرب لهاد الهم، يجي يقدر يزطو ويدير حسان من داك الشيء. والله يعطيني وجهك، انت دابا كتعيا في خدمتك. عبد الله اللي كيدير لك كل شيء، وانت كتظل مبند وكتمد لهم يديك باردين مبردين على قلبك. انا كنمد لهم يدي بحالك، انا راه يدي بيد عبد الله وكنتخشاو في الموتور بجوج بحالك. حسين انا وياه حنا هازين الكراج كله هنا على كتاف. يا ودي يا ودي، وملي انت حدك هكا وقدت على شغلك اجي نديرو قلب وش قلب ونوصلوا في هذه الفهمه ديالتك فين غادي نوصلوا بها؟ شاد الهضره ديال قلب وش قلب. عبد الله يطلع يخدم عندي في الصالون وعبلا تنزل عندك للكراج. بس تشوفني اش كنعاني. تصيفطي لي هذيك قمر واش غادي ندير بها انا؟ وزيدون انا وعبد الله راه عندنا بزاف ديال الشغال كنديرهم بجوج، راه ما يمكنش انا وياه ما نتفارقوش. صافي تقاد ولك ولا اختي عبد الله ما يقبلش. كيفاش ما يقبلش؟ بزمن اختي يقبل، انا راه كلمتي ما كتنزلش للارض. واش نديرو غنهير واحد نتبادلو نتعلمي ونشوف شكون اللي غادي يزطف. صافي صافي ها هي ما بقاتش كنسمع بها دابا كاع. فين هربتي هذا الدا الفاهم فين؟ رقية خليتها لغدا، أنا غادي نشري حجرات جداد وغادي نولي نسمعك مزيان ونكملوا الهضرة ديالنا. صافي يا العيان ياك، راه ما في يديكش. اسمو أنا عيان، أنا ما في يديش. هذه سمعتيها ياك؟ ولا كتسمع غير اللي بغيتي؟ شوف رقية أنا غادي نجيك من الأخر دابا، أنا غادي مع عبد الله وغادي يجي يخدم عندك هنايا، ولكن بور أون سول جورني با بلوس. با بلوس. كنحلم واحد الحلم زوين. حلمة زوينة؟ ما شتيش انا هاد الكشمر فاش معيشاني؟
راه قلتي كلوضي صافي خالتي علاش تغوتي يا خالتي علاش انا طارق فراسي خالتي وما عشاش لي الكل خالتي وانا في العرس واش تقات نقري على خدمتك الزينه هذيك الكريانه بعدا لي بتي عندها البارح راه كتقلب عليك قالت لك والله وفات حتى شداتك يا حتى تشبعك عصا ايوا ودني منك سميتها ما تقاس فيا هما كلهم ما كيشبهوا والو باغيين يخرجوا قرطاسات في العرس كي عندي اليوم انا يا عمليه التجميل عيتي ما هي ما بقيتش عجبك الخدمه في الصالون ما بقاتش عجباني الخدمه في الصالون انا ما بقاتش عجباني ما هي هذه حامل ميكانيسيان هو الاخر خدام غير في الشاكبات وفي الروايد وفي الحبوب وعنده نهار لحد كيمشي فيه السينما ولا يمشي فيه الحمام ولا لا يا ويلي ما نديرها لك بنيتي على قد فمك ونزك الكراج تبعي تمتي يا كريس راني بحالك وعبد الله غادي نطلعوا لهنا عندي في الصالون يا الله خالتي شويه لاباس شويه لاباس واش دابا خالتي انا عبله الفريحي بهاد الدبلومات كلهم هنايا من الحمارة الطيارة من العكر والفوتوتا مشينا لاكريس والروايد انت اللي قلتي ما بقيتيش حاملة هاد الخدمة ايوا بقيتش حاملة هاد الخدمة ايوا وسيدهم عبد الله موستاجو كيشطب به الارض يبدا يجي يدور على العيالات هنايا ايوا بعدا هو راه ما غاديش ينصفط للعرس ويدير ليا المشاكل بحالك شتي يا خالتي عدو بالله مش طراجي عدو بالله مش طراجي انا خالتي صافي انا بديتي كتعصبيني بديتي كتفقصيني بديتي تقتليني بغيتيني نموت انا شوف اخي شوفي يدي شوفي اي 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 شوفي رجلي صافي ها الموت داخله انا خالتي ها هي داخله ها هي بالصباع الصغير لا هذا الكبير هيا هذا طلع شهدوا ان لا اله الا الله شهد محمد طلع طلع الموت اخي طلع طلع هيا وصلت القلب هيا وصلت القلب موتي 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 على الناس كتسني انت غير شويه عليك خطا طاحي انت ها شي سويرتها تاهم راه يقدروا ينفعوك شتي سيدي عبد الله واه سيدي عبد الله واه سي عبد الله كيفاش؟ بغيت نستعشر معاك ايه سي سي مشعيبه شنو هي السيمة الفرنساوية راه قول من شهر صبقتي لي السيوة قايلة باغي تحيد مني شي شاد يا اخي لا لا والله إلا بغيتك زعما أنت راك صاحبي بغيتك توقف معايا واحد الوقفة دير رجال أنا وقف معاك السي مشعيب ونفوتك حنا رجال أولي وحنا جيران وحنا كلشي أو كلبة وحدة ويلي وحنا دراري ولا الموستاج نايض في الخلا بغيتك تفكني من الرقية علاش علاش باغي تطلق شوف السي مشعيب كل شيء نوقف معاك في اي حاجه بغيتي نوقف معاك فيها نوقف معاك حتى العيالات انا ما جريش في شتات العائله اسمح لي الله يهديك تاش من طلاق انا راه بغيتك غير زعما كاينه اطلع تخدم عند واحد النهار واحد النهار انا هي يا امي مشي طلع على ولدك تلات فيه الايام يطلع الصالون يسود فارو ويقطع الحوايج من العيالات وتاسي بشعيب ما تقدرش تطلع تخدم واحد نص نهار مع قدوج في الكوزينه واش زعما راه عطيتيني الكلمه ايه عطيتك رده ليا سيدي ما تليتش موافق لا دابا بغيت نعرف غير واش ما يمكنش ولا متفق اسي بشعيب درك انا درت كاع في شي طلعت للصالون شكون غيبدا يصوف هاد الطوموبيلات يا عبد الله تا كيحسب لك انا ملي كنكون جالس هنايا كنكتب ولا كنجمع بالفلوس راه انا حاضيك وكنشوفك اش كدير وانت اش غادي تتعلم واخا ضل الحاضيني تدعي 70 عام اسي مشعيب راك غادي تندم تولي طالع تحزر فيا باش نزل ولا ما غنزل يا عبد الله تمالك اخويا يا قد الكراج ديالي انا بغيت نقلبها كاع عندي باب حلابه نولي كنبيع بها غير الحرشه وصيكوك مالك انت بوشعيب انظره فين وصلت عييت مع راسو قاصح انت شرتي حتى انا عييت مع ديك تيبر بليت وليني راه قنعتها انت الامانه راه غادي تنزل عندك من دابا شي شويه سي عبد الله واش هو سي عبد الله راه بغيتك تحمر لي وجهي اذا طلعت عندي الصالون لا سمحي لي لا رقيه انا ما عندي ما ندير في الصالون انا ميكانيك نبقى ميكانيك نبقى في الكراج ايه ميكانيك ولكن دابا الشاب ديالك هو بوشعيب حتى طلع تخدم معايا في الصالون عاد غادي نولي انا هي الشافه ديالك ودابا خليتكم تفاهموا واش غادي ديروا يلا مع السلامه
واش مش عيد درك ولينا من الشاف للشاف هادي باقي كاع ما طلع مع الدبدة تكمان فينا من درك دابا عبد الله عندي معاك جوج كلام واش تطلع للصالون ولا تطلع للمحكمة بدوك شي قالت لك انت سيدي نطلع للمحكمة سيدي في المحكمة فضل ليا نولي مرا ولا نطلع للمحكمة سيدي نطلع للمحكمة ما طالعش للصالون مزيان جبد له هذاك الشيكات اسيدي اراك يا ربي يا ربي لا عدشيني يا عدك وسيدي بالحبشية وجان ولاد عبدون والعامريات وكاع الأولياء والصالحين تسلط على أبو شعيب شي سيسي باش يتفك بهاد العمارة وتفكهم لنا كاملين أها يوم اللي غتبع هاد العمارة عبد الله شكون اللي غادي يشريوها الشينوا غايشريوها البرتقيز انت فين أنا دويت على شي يبيع وشرا فين أنا دوي على داك الغدار ديال أبو شعيب فاطمة سميتها اللي أنا غادي خرج ليا المرارة ديالي مالي عاوتاني شنو ليك وشغلك انت انا بيني وبينو انت اش دخلك واخ الخدمه ما غاتمشيش تخدم غتخلي هذاك الكراج غادي نخلي الكراج غادي نخلي البرك ما غنخليك انت غنخلي الدراري نخلي الجديده نخلي البلاد انا غنمشي نلوح راسي في البحر انا غنحرق انا سي عبد الله اذا طلع عليك داكشي في راسك انا ناخذ بلاصتك تاخذي بلاصتك عارف ديري انت في هذا الكراج بغيتي بو شعيب يمشي يشدوا له ويش من فرنسا ولا شوف سي عبد الله بغيت غير نفسر لك اذا انت داكشي ما عجبكش وطلع عليك في راسك انا نديرو علاش ما كيبغيوش الموتى يخوو المقابر بلاصتي باقي كاع ما بردت انت باغا تشبلي عليها شنو الخدمه غادي ديري انت دابا الا كتب الله ان شاء الله غندير داكشي السكيورتي وغنجري على الشباره تي غتجري على الشفره لا 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 هادشي بزاف هادشي انا غنمشي دابا عند اخويا غنتفاهم انا وياه علاش غتفاهمي انت ورقيه على داك المشكل اللي بينك وبين بوشعيب خليني من لي الراجل لا لا حاشا سيدي عبد الله انا بغيت ندخل غير بخيط بيض بيناتكم يلا الخيط البيض اللي ديري في راسك هو تقطعي لغا هادوك الجيران وما بقاش تحطي راسك في هذاك الصالون ولا رجليك ولا تعطيهم شي قنوفه يقادوها لي الشيطان عبد الله على الشيطان واش باغي تخاصمني مع الجيران صافي انا تخاصمي ولا دبري هادوك الناس ما هما جيراننا ما احنا جيران اسمع الخير باقي عليك الحال من جيتي دابا لازين نمشي بكري طوم اسمح انا كنقلب على شي بلوزه تجي قدي كاع ما لقيتها منين مارك ما هاد الهضره عبد الله طلع للصالون ولا باقي قالت لك خالتي منين نجي صيفطوا لها الصالون وسيري قولي خالتك ملي غادي يجي ونشوفو راه غنصيف طونطون دابا شنو غندير دابا غادي تمشي اولا غادي تمشي تجلسي تسكتي وما نسمع صوتك هادي سهله وشنو اخر ثانيا الا جا شي كليان خذي معاه الخاطر حتى يمشي بحالتك شنو طنطن نبقى واقفه بوطو شوف تلقاي بوطو ولا تلقاي عطيني الثقه سيري تجلسي كلشي غوت عليا كلشي انا نمشي مع سنيت علي كل ما نعساش خدامه في داك العرس مالك اش كاين هذا راه ماشي دوبيرمان راه غير طوموبيله راه ما غنتعضكش لا طوطو السيده اللي جايه ليا انا هي اللي كنت عندها بحث العرس اش غادي ندير اش غادي ندير اش غادي ندير وين دبر راسك انا ماشي شغلي فين سي عبد الله فين رقيه السلام عليكم دابا مادام بغيتي رقيه ولا بغيتي عبد الله جوج بغيت عبد الله يصاب ليا طوموبيلتي يا رقيه حسابي معاه هو الاخر ولا كان رقيه راه كاينه في الصالون اما الا غيصاوب لك الطوموبيله هو اجي انت اللي كنتي البارح في العرس باين عليك نيت ميكانيسي انا ماشي كوافور ابدا ابدا لا اي خلق من الشباء هذاك الشيء شو مادام هذيك الدريه اللي جات عندك البارح راه اختي تسويميه انا راه هو اللي خدام هنا في الكراج خدام ولا خدامه ماشي سوقي انا بغيت عبد الله مصاجي صايب ليا طلوبيتي انا غنمشي عندك تريتو الزين اللي صايب ليا داك الماكله البارح ونرجع عند رقيه نتفاهم معاه السلام عليكم الله يسعد الصباح التوت صباح النحس علاش تغوت عليا طونطون علاش تغوت عليا انا مالي في هاد الكراج كاع انا مالي شوف اسي عبد الله انا ما نديرهاش مني قلت الصواب راه غير بغيت نفقس بوشعيب لحقاش ديما حقر ليا خدمات الصالون والله الا لا رقيه والله الا راك ضامتي انا عرفتك باغا تفقسي بوشعيب داكشي علاش قلتي لي طلع عبد الله انا وين لا لا رقيه ما خاصوش تو يبقى يقلل عليا العفه وكل مره يجبد ليا المشكل اش المشكل اسي عبد الله
هذاك شيء خاص بيني وبينه. هي اللي بغي نقول لك لا رقيه انا راه ما بيني وبين هاد الشيء تاع تاكوافوريت على الخير وكلاموني. شوف السعدو بيجيب لك الماشيك اللي انا فاش تعلم عرفتي دابا باش تبدا شد هذاك الماتيريال وستفو. واخا لا رقيه غادي نست. بونجور لا رقيه. بونجور ميمي. الله يعطيك الستر غتقدي لي هاد الحاله حقاش دايره مع شي ناس على قبل الخدمه. واخا لا لا الراس والعين سي عبد الله يلا هاك لي انا جابها الله. سي عبد الله اش كدير هنايا؟ ايه انت كتشوف هي كنصبغ الطوموبيلات. زيدي عليك. مرحبا لله. شكرا. شوف الله يخليك غتقاد ليا وغتصوب ليا مزيان مزيان باش هادوك الناس ديال الخدمه يقبلوني بلا ما يسولوني حتى شي حاجه. غير كوني هاني انا غادي نستيكيك وغادي ردك بحال شي طوموبيل عاد خرجت من الكراج. اي دوخو هادوك اللي غادي يسولوك وما يبقاوش يسولوك المدير يجري عليهم الخدمه يبركك تحدا. وداكشي اللي بغينا سي عبد الله. ويلي 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 عبد الله اش كدير؟ اش كندير اش كدير انت هنا؟ قلت لك ما بقاش تجي لهاد الصالون. هي قلتي باغي تخوي البلاد وانت راقيه كتفرجي في هاد المنكر. ما تفهميش شي حاجه غلط خليني بعدا كنشرح لك راه غير ميمي جات بغات ما عندك رقيه ما تشرحي ليا وانت يا ميمي حسابي معاك هو الاخر. خدوش خليني نقول لك والله كتك لبقات فيك. انت الا ما خرجتيش من هنا غادي نخرجك في هذاك الحي. واخا عبد الله وانتم دابا فين تجيكم؟ ناري وانا دابا شنو غندير مع خدوش؟ صافي انت ما ديري مع خدوش خلي لا خدوش انا ديها غير في راسك انت وهذوك الناس اللي غادي تمشي عندهم وديها في حريرتك. انا خدوش انا فران وقاد بحوم هاد خيتي غادي نتعلم الجابونية على قولها. ولا 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 انا مسخوطه انا مسخوطه. اسامه بغيتو بوكلي؟ صافي غادي ملوي كيشغل ملوي. والله الا قصتني بقات لي عامين ميمي بعدا هي اللي بقات. خدوش خدوش ما فهمتيش خليني نهضر معك عافاك. ما باغاش نفهم وشتي انا كل ما رايت العشره والطعام اللي بيني وبينك ها كون شديتك فرستك 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 حتى ردك عجينه ونبيعك للهولنديين. او ماي جاد اش كتقولي مالك مخك خاوي. خدوش انا كنت غنخدم في واحد الشركه ديال السيكيورتي. سيكيورتي شتي سيكيورتي كيتبنى على الامان وعلى الثقه وانتيا ما بينك وبين سيكريتي غير الخير والاحسان. انا والله ما كنت عارفه عبد الله كان تحت في الصالون ما كنتش عارفه. واخا تضرب طحت وصبناها يوم اللي انت ما عارفاش وجيتي يا لاله ولقيتي سيدي عبد الله قاعد مبند ودير هذا ميسر وخرجي ورجعي في حالاتك. ميمكنش هما قالوا لي شتي رقيه رقيه وعبد الله قالوا لي جلسي جلسي نصوبوا لك الماكياج ونصوبوا لك الشعر وفي الاخر نصوبوا لي حتى شي حاجه شتي. انا سيدي عبد الله اش كيفهم في هاد الشوشوارات والشعار والماكياج و ولا بغيتي يدير لك الزيت ديال لاكريس؟ وانا كنقول لا عبد الله كيقول لي ما تمشيش للصالون. ها ولدي منك تمشي للصالون هو دابا جالس ناشط وضحك وراش قريم على لا ميمي. والله ما فهمتي شي حاجه شتي انت يا خدوش كتخلي خايب عليا بزاف بزاف انا غنمشي بحالي من هنا. ايوا سيري الله يعرضك السلامه. غنمشي دابا. يلا سيري يلا. اكزو هي لا مام نيكست بيهيف اكزو هي لي مي بلايف تكفي تتعشني بالماي. درجي درجي نسمعك اش كتقولي. تكيسل بحال المراقية هذاك راه عرفتي الشعر عرفتي الشعر. كوس كنت اش من عقل عندك؟ يلا انت يلا انت ريحتك كي لقط درقد مع المشاش ولا ما كاينش الماء في هذا الموبل. اش نقول لك اسي عبد الله شتي هذيك المراه عندك راسها قاصح عيله ما نفهموها ولا بغات تفهم. ديما كنقولها لها لا رقيه ديما راه عقلي اش كتقول في الكسكت ملي تقول لها لا رقيه داويه سكتها تقول لك لا رقيه انا والله القسم اللي كنقول بوحدي في الظلمه وكون خامم معاه بوحدي مع راسي وكنقول كي درت انا تتزوجت بهذيك البروسي والله القسم وكيدخلني العجب في راسي. حتى انا المعلم ملي درتي لها الروينه في شعري كيجيني العجب في راسي. اسكت فين انت دابا حالات الخدمه فين؟ شوف يا لالا رقيه انا راه شحال من واحد حففت لي في الدوار ما نحسبش لك شحال شحال من عادات قرعت لي. اشنو؟ المعلم تكره ما معناش او بالتعليم الحسنه في راسي تابا ولا لا شحال هادي وانا مغدد على هاد الشقك عندك اليوم جاب الله ما كاينش اللي غادي يفكك مني اليوم غادي ندير لك واحد التقريعه ما كايناش. يا ربي يا ربي جيب لي شي واحد يفكر يا ربي يا ربي جابك الله عتق 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 جابك الله اسي مشعل لا يحرك فيك شي شي هضب. عبد الله عبد الله عبد الله اللي وراه على حسابي
اش بغيتي؟ عندك الحق على الرقيه هي الباترونه ديالي، قلتي لي برك برك انا برك نبرك في الصالون. واحد الله وغير نزل نزر غادي يعجبك اسمو الكراج راه ولا زوين وغير يلا سير بينا. شنو درك ولينا طلعت شهد نزل سير فحالك ما كاينش القيد ولا دابا اش غتزيد ولا لا؟ وشي كانت دخلي هذاك الموضوع ما بقاش نجبدو دابا دابا ما نجبدوش دابا صافي ما نجبدوش ايوا الصالون اشنو واش ندي عبد الله ولا نصيفط لك هذيك اللي عبله خسرت ليها العرزيره اسيدي غير دي وانا غادي نشوف كيف ندير في هذا الصالون سهل لا رقيه هاتي قدامك ها هو اسامه خدمي اشنو فلتي منا وليدي عندك الزهر المعلم المعلم عبد الله سيبو شاي ما تخليوليش هنا عبد الله المعلم على حقره عدتي ما حقرين علي انا ديما خالتي هزي الاسويس ميك اب بروفيسيونيل وسيري للعرس شويه هبط الكراج مالانا سيري ليه ديما سيري ليه نيفر اجي لينا مالانا زيدو لها الخدمه كتب علي انا تغادي فاسيل اش تي هالطاليه اللي حصلت فيها انا هاد النهار وانت سي شعيب اللي ما حمدتيش الله عندك معلم عبد الله مسطاج وبصنعته جديده كاع تعرفوا كلشي توليتي متبع راي العيالات ها صير العيالات من كيخرج يا راه ولا عندي مرسطان كاع اللي شاط عليه شي حاجه يصيفط عليا وعمر سطان هذا راه ولد تاع الدراري الصغار في شي قهره كحله ما كايناش في هذا العالم انت اش كنتي كتخرب لي ديري الطوموبيله لا خسرتي هذا باش غنقول لمولاتها طنطا انا ما خسرت خليتيني كي البوطو على طنطون قلت لي شريتي نصوب الطوموبيل كيفاش البوطو ونخمس انت عمرك صوبتي شي حاجه اللي حطيتي بيدك كتخسر وصافي طنطون بلا ما تقلق صافي بلا ما تغوت عليا اول معلم جو شوف شغله خلاص مشعيب لا حلف انا ما نحط هذه فاش نشقلها على وجهك وصافي والله شد شد شو مالشي كاع ولينا تابعين الدراري الصغار هنا عندنا جيبي الساروت 14 يلا مالو الساروت 14 مالو الساروت جيبي مين من الباتيسري سيري لعندو الباتيسري قول ليه عافاك عطي الله يرحم والديك عطيني واحد ساروت 14 ودير لي فيه واحد 4 ريال طون ودير لي فيه واحد الفلفله حاره وبقيت ثلاث ريال تسيري للبلاكه قراي النوامر تبان لك النمره 14 هاتي الساروت جيبي لي هادي مالك ما انتي طلقي راسك اش باغا تجيبي وشي تا صحابي هادوك الرلوبات تاع الميكا اللي كديري العيالات في الصغار ولا جيبي لي اشنو المعلم انا جبتهم لك كاملين باش تاخذ راحتك خذ اللي بغيتي ترى معك واحد ما ياخذش راحته راه ياخذ الفقسه والقهره والحقره وكاع داكشي اللي منزل الله خايب في الدنيا تجمع فيك راني لهنا تسوارك لب سير ابنك يضرب واحد الدويره في الكورنيش ولا شي حاجه يضربك اللي طرشك البرد عاد تجي ولا سير اش غديري ما تجيش كاع سيري من تمتك شكرا المعلم شكرا اول مره غناخذ الروبو في حياتي هايدي طنطن شوف قول خالتي عبلة خدات روبونا فاكانس اليوم صافي سيري قولي خالتك راه عطاني انا لا روتريت ما باقيش في ايفنت كم قوم احنا بقارة يلا برمى الله يخبر بيتي سلام هلا شاي دخل لك بالله ما حشمتي كنتي باغي تزوجني بهاد انا نزوج بهاد هادي هادي كنتي باغي ديري طلع القليزه وتقضحك عليا من الفوق وهذا راه الراي ديال العيالات قال لك بغاو يديروا لها الخدوج الغيره باش ترجعك للدار انت اش من غيره سيدي اللهم الغيره ولا الحرير هادي واش اش هادي يكون يتزوج بها الواحد ثلاث ايام كون تزوج فيها نولي اهز الحجر في الجديده ونشالي خدمت في الكراج تبعني تماره خدمت كونسييرج تبعني تماره تبع الستار تبعني تماره جيت للصالون تبعني تماره انا متبوع انا شي انت ياكو كنتي كتخدم قد داكشي اللي كتهضر راه لاباس علي ولا رقي انا ما نقدرش نسكت انا راه عارف انا لساني مجرور عا وحدو سمعنا هضر معاك انا غادي نرجع ولا ما لقيتش الصالون ناضي غادي نجرك من هذاك اللسان من هنا حتى للمرسى حكمت عليا الظروف من الكراج الكونسييرج مسكين انا بس سكت عطيك سكين سيبتي غير تشغل مسكين انا بالذل والنقير اللي جاي يقول وانا ندير انا مسخوط لوالديك في لقى شي قلب حنين وراه كاينه ظروف هذا هو الصالون ديال رقيه ولا كذبت؟ كذبتي يا دابا كتفلى عليا البارح من جيت مراعب لهنايا فين هي؟
عبلة ما كايناش كاين عنطر. انا اللي مكلف هاد الساعه بهاد الصالون اش حب الخاطر. يا دابا شي واحد لبغى شي حاجه خصو يجي يهضر معاك انت. معلوم انا هو كلش. علاش هي رقيه ماشي هي مولات الصالون؟ ولا هذا رقيه شنو هو ولا رقيه؟ عرفتي ما كنت انا ولا 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 فضيحه فضيحه. انا رقيه راه كتشدهم وكتكمدهم على قلبها وتخلينا حنا في تمار. انا هو المسؤول هنا. لا هذا حساب اللي انت هو اللي مسؤول. انت اللي خصك تخلص لي هذاك الفلطه ديال عبله. اش 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 من فلطه؟ انا بغيت نقول لك زعما انا ماشي مسؤول انا مسخوط هنا. اسمح لي نعيط. لا رقيه خالتي رقيه عمتي. نعم الشاف. اش من شاف؟ ما شفت والو. اجي شوفي لينا السيده راه كتشكى على عبله. وانا مالي؟ كيفاش مالك؟ راه انت هي مولات الصالون. لا انا غير قاعده وكنشدهم وكنكمدهم على قلبي باردين. لا هاد الحساب باين العربون ديال هاد الصالون ضل رقيه كلكم بحال بحال. انا كنت ناويه نحيح ساعه ملي السي بوشعيب جاب لي السي عبد الله وصايب لي طوموبيلتي ردها لي نحيله. السي بوشعيب ردها لك نحيله؟ ولا لا شدتي علينا فلوس بلا ما تبقاي قاعده كتحلي عليا فمك تما شحال كتسالي. لا 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 خدي داك الفلوس صايبي بهم هذاك المانكان الله يجيب العفو. امين اختي امين. وعجبك الحال المانكا؟ عجبك الحال؟ ها جي وحده بحال هادي تبدا كتضبط عليها هي في الصالون. شفتك بيتي لا سمعك انا فكيتك مشكل قدو قد الدخله وباقي كتغوتي. راه الحيله احسن من العار. لاقيه تقدر تخليني انا نقد شي عروسه؟ عرفت نقد لك شي عروسه؟ ولا 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 غتشعل هكا هكا ولا 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 راه غادي يتبعوك بالحجر وتخرج في الاخبار. ضرب عليك ما تكسي اللي عندك شي شغل قدام. لا غير بلاتي غنبغيش نقول لك حيت غنقد العروسه واختها خبر خبر سير عرس مع الوشاش السطح نعلى الله يوعاليك. ما لقاش عندك واحد 50 درهم خبر عليا خبر عليا نعلى الله يوعاليك. ايوا مام تي بوسا كاع ما قلتي لي كيدوز الزين نهارك. لهنا يوريك ولي هنا يوريك هذيك عبلاش دارت فيا عمتي راه عليك تصرف. انا بعدا عبد الله كوني خليتي ليا يخدم معايا في الصالون ياك اتفقنا الخاسر يعطي الاخر كادو. يا لالا فكيني من هذيك عبله ما نبقاش نشوفها في الكراج. ماشي غير كادو خدي جوج. نوض 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 شوف شكون شكون اللي بغى يجينا ثاني في الساعه. انا جيت. هيا جاد يا اخي جاك هذا الكادو. فين هو بيت العز ديالك؟ سيري عدو قول لي اودي اعطيني سنه 14 يقول لي فيها واحد 4 دريال طون واحد شني ولا الشونجه. وسيري او تبيتي تمحلنا شنو الضحكه ليا راك عجبتك.